يعني شيوخ الكورة ونقاد الكورة الكبار، الكباتن الكبار، يعني يقول لك الأهلي لما بيركب دوري ما بينزلش. ده كان زمان يا سيدي كان زمان. يعني الأول ممكن يكون الكلام ده الأول، بس الحمد لله في خلال سنتين ما فيش الكلام ده. آخر سنتين في الكاس احنا اللي كاسبين والدوري، الدوري هو خده، احنا خدنا دوري وهم أخدوا دوري. ما يتحسمش الدوري دلوقتي؟ لا لسه بدري جدا جدا، لسه بدري جدا جدا عشان الماتشات المؤجلة طبعا، مش هو لسه في دور تاني كامل. يعني لا لا، الزمالك ان شاء الله السنه دي هياخد البطوله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله.